انا متسبب. اول مره اعمل حركه زي دي يا جدعان. لعب اهي، امسك التليفون. هنتفرج معايا جهاز. طيب دلوقتي احنا هناخد كوبلة الموت من افعى الكوبلة المصرية، اخطر افعى ممكن تشوفها في حياتك، وممنوع اي حد يعمل اللي احنا نعمله ده. ده معمول عن تجارب كتير وحاجات كتير وكواليس كتير ورا الكاميرا انتوا مش شايفينها، وابراهيم هو متخصص في المجال ده الجو ساعة والله. بس هو... كله هنا عشان اتش حبيب قلبي، هو متخصص في المجال ده طول عمره، والافاعي الكوبلة دي كلها متدربة معاه في السيرك ومدربة على العرض، يعني غير انها لسه يعني ما ينفعش تجيب افعى صيد وتدرب عليها على طول. لا مش هينفع، مفيش الكلام ده، دي مدربه على العرض، واللي احنا بنعمله ده محدش جرب يعمله خالص، لان احنا في كواليس بقى، في كواليس وفي حاجات ثانيه انتوا ما تعرفوهاش، فده مش بالسهل، وده فتره كبيره. يعني انا جيت هنا من زمان ما رضيتش اعمل انا هعمله دلوقتي، انا لاول مره النهارده عايزين نجرب. اتش تحت في الصفحه هتلاقي كلمه دوت برده هنا تاني. عايزين نجرب كوبلة الموب من الافعى الكوبرا المصريه، وما تنسوش الحاجات الخطيره دي هتلاقيها عند ابراهيم كوبرا والقناه بتاعته هتسيبها لكم تحت. شاركوا في القناه وفعلوا الجرس عنده، الفتره الجايه هوريكم حاجات جامده عنده ان شاء الله، ومع بعض نعمل حاجات جامده. طب بدل ما انت قاعد تسمع فيديوهات في الفاضي كده، انا اقول لك على طريقه تجيب منها فلوس كتير وهايله جدا عن طريق منصه فونكس بيت. تقدر تعمل ارباح كتير جدا عن طريق توقعات ماتشات، ما بتحبش تتوقع ماتشات سهله، العب في العاب كتير هتلعب وهتجيب منها فلوس، بس كده عن طريق اللينك والبروم كود هسيبهم لك تحت هنا، تقدر تسجل وتقدر تلعب وتقدر تعمل فلوس كتير بس كده. طيب زي ما انتم شايفين كده فكره فيديو النهارده مرعبه جدا، يعني مرعبه ومجنونه. افاعي الكوبرا دلوقتي سقعانه، يعني ابراهيم بيحاول يحرككم، هي ساقعه، احنا في بدايه شتاء اصلا للتعبين، فصعب ان هم الحركه اليوم مش زي الصيف، فهم ايه انا قلت استغل الفرصه ديت، وعايز دلوقتي امسك الافعى ببقي لاول مره اعملها في حياتي، لان شفت ابراهيم بيعملها الصراحه في العرض بتاعه، وابراهيم محترف في الموضوع ده. كوبله الموت يا جماعه، هشام ديشه دلوقتي هيعمل كوبله الموت من اخطر المواجهات. كان بيني وبينكم بقى اتغصب من ابراهيم، قلت اشمعنى ابراهيم يعمل الحركه ديت وانا انا سامع والله. لا ما هو مش اي حاجه صغيره كده يا ايوب. بص كده ما شاء الله، ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه ايه ده؟ مع الراجل اسمه اوه خد ده. انت رايح لعب انت؟ تكة يا شيخ. انا بص لاعب انت، لاعب انت استنى بسيط اضرب تكاش بس. امسك التليفون انت، انا بس انت على الحاجات. اول مره اعمل حركه زي دي يا جدعان. لعب اهي، امسك التليفون. هتحرك معايا. اول مره امسك افعى كوبرا في حياتي بالطريقه دي. روح في وسطهم، روح في وسطهم. عايزينها تضرب. انت بتجيبها عندي انا ليه؟ دوختها. نعم. ايوه. حط ايدك سنه، انت طويل يا عم، انا قصير يا عم. طبعا يا جدعان الافاعي دي مدربه على عرض في السيرك اصلا، ابراهيم بيتعامل معاه طول عمره، بس انا كهشام يعني اول مره اعمل حاجه زي دي وانبسطت جدا. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والرعب ده يا جدعان؟ انا بحاول انا ما اديش شات التمسك. جبت هنا يا شايف مرعبها جدا. ما تخافش يا بيبر، خد بس. لا ما تخافش، انا قلت البص يا عم. طيب زي ما انتم شايفين في الفيديو النهارده احنا مع اكبر كميه افاعي عصايل الموت، زي ما انتم شايفين كده الافعى الكبرى، شوفوا الكميات دي. شوف العب يا ايما مع نفسك انت بقى. طبعا يا جدعان خلينا احنا هنا كده، يعني طبعا الافاعي ديت مدربه على العرض. لا ما تنزلش بقى، لا لازم اعمل الحركه دي دلوقتي. انا اهو استنى مكان نمت. تقف.
يعني الموضوع مش سهل خالص. يلا نامي تاني. الموضوع صعب. عايز اشيل واحده تكون من انزل انت شديد. صور انت اللقطة دي خلتها الاول ما تاخدهاش كده على طول. امسكها لا انت انزل بدماغك اياها تنزل هتيجي معك على طول. هي تعب هي جسمها ساعة. لا مش هتعملها. لا اخي خش يا عم. ايوه بقى كده امسكها واعملها. لا لا خدها كده احسن. هي هاديه معاك اهي. خايف. كنت صرخه. اطلع اطلع اطلع. اللي بيحصل ايه؟ الطعم عامل ايه؟ اخاف اطلع يا طول. انا متثبت دلوقتي يا جدعان. لاعب بقى عشان ما تجيش عندي انا. فلفل تعرف تعمل الحركه دي دلوقتي؟ انا مش عايز اقول لكم على الاحساس اللي في بقي. احنا دلوقتي هما باردين، يعني انتوا ممكن تقولوا في الفيديو ايه ان هما مثلا متلجين ما بيتحركوش، جو ساقعه دلوقتي عاملين بقيت شتوا ما بيتحركوش. احنا دلوقتي هنحطهم ندفيهم شويه وبعدين نطلعهم تاني عشان يبقى حركتهم ايه نشيطه شويه. بس فهم ايه ذوات الدم البارد، الافاعي والتعابين والزواحف عامه في البرد بيعملوا بقيت شتوي، انما في الايام العاديه ديت صعب بيعملوا بقيت شتوي، فصعب ان هم يطلعوا يتحركوا كتير. غير الصيف بقى بيبقى حركتهم سريعه وكده. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا بنلعب مع افاعي الكوبرا دلوقتي. خد هنا. طبعا يا جدعان ما انصحش اي حد اصلا لو شفت افعى كوبرا يجري منها. افعى الكوبرا خطيره جدا. كل مره بنحاول ان احنا ايه فعلا ونشطه مقلل شويه برضك عشان الجو ساقع. بس يعني ايه رغم انهم خطيرين جدا بس بتحس بجمالهم كده وانت جنبهم، يعني جمال جدا. شوف بسم الله ما شاء الله ركز في دي كده، تحس ان هي واخده قلبين وكده دماغها بيضه. عجيب. ودي لونها جميل جدا يعني، بيضربوا في بعض. بصحتي دلوقتي سامعين الصوت؟
غني. جميلة دي، ركزوا في التفاصيل دي كده في وشها. هتدخل التمرين عليها. هتسم. هتضرب. يلا هتضرب كده. ايوه كده. لا لا اضرب خليها تضرب. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين كده اضرب. لا كوبرا المصرية خطير جدا، ما انصحش اي حد يعمله لان دي اخطر حاجة انت ممكن تعملها في حياتك كلها. شوفوا صعب جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ الحاجات الصعبة اللي انا عملتها. طبعا اخواتها تحت زي ما انتم شايفين كده، شوفوا لأول مرة في مصر كمية افاعي جميلة جدا. اوه خلي بالك هتلف عليا انا. ها؟ ايه الحلاوه دي؟ لا شغل ده عشان ما تلفش عليا. ايوه. اول مره اجرب تجربه زي دي في حياتي. لا تضرب لا تضرب تيك توك. طيب زي ما انتم شايفين كده عملنا التجربة الحمد لله مع الموبايل. طبعا عجباني قوي دي.